السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في قناة رياضة وأخبار، معكم يوسف. أتمنى منكم دعمنا بالاشتراك في القناة بتعليقاتكم وإعجابكم من أجل التطور وتقديم جديد، وشكرا. وصلتني المسؤولين وصلتني المغرب كامل كيدوي عليا حاليا، كنشكرها بزاف. انا راه بغيت نخرج من هنايا، راني شادين هنايا، وبغيت نمشي عند ماما، عند الوالدة كاينة في قنيطرة، بغيت نمشي عندها في أقرب وقت. راني عظامي عظامي تراشوا ليا كامل.